البرنامج بتاع باسم يوسف مش عاجبك ليه؟ مش عاجبني، مفيش اي حاجه عجباني والله. يعني هل مثلا تريقتوا على الجيش؟ تريقتوا وتريق على الجيش وتريق على السيسي، ده ما يصحش. يعني ايه اللي مش عاجبك في برنامج باسم يوسف؟ طلع في التلفزيون يقول لك سيسي فور ومش عارف ايه وبتاع، ايه اللي بيقوله ده؟ حضرتك انت مش عاجبك البرنامج في ايه؟ انا ودوت ودوت والناس دي كلها تمام، انما عشان يتريق على خلق الله باسلوب، حتى الاسلوب باسم يوسف فنان وبيقدم كوميديا ساخرة، لكن ليس عليك يا باسم انك تتطاور على رموز وطنية او تتطاور على مؤسسات دولة او تتطاور على اي شيء. يا استاذ انا ضد اللي انت تستخف بعقلي الناس، بس معترض على اساس ان ما يجيش عيل امه بتلبسه بامبس وبيشرب كافي ميكس باللبن يتريق على اسياده. ايه اللي مزعلك من برنامج باسم يوسف؟ مزعلني ان هو يهين المؤسسة العسكرية بس، لان لو هان المؤسسه العسكريه يبقى البلد انتهت. احنا دلوقتي ما عندناش حاجه ماسكه قوتها الا المؤسسه العسكريه. سيبك بقى من حكومه ضعيفه، حكومه لسه مش عارفه تعمل حاجه، اي حاجه بتحصل في البلد ما حدش بينقذها الا المؤسسه العسكريه. فهل دلوقتي لو اي حاجه حصلت في البلد يبقى انتهينا؟ المجتمع المصري شايف ان الدوله ايديها مرعوشه، وفي الوقت اللي احنا عايزين ندي باور للدوله عشان نحل الازمات اللي احنا فيها ونتقدم خطوتين لقدام، لا يجي بس يرجعنا 3-4 خطوات. في الحاله دي انا مو معجبين، بس بقول له لا يا باسم، ارجوك خليك ذكي. لو السبوبه هتخليك تنسى الجماهير اللي حبتك، دوس على السبوبه يا باسم وخليك انسان عاقل وذكي، احسبها صح. الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. ليه؟ لان ده اخر حاجه للبلد تضحك، ده الوحيد اللي هيفرح البلد، اللي يضحك البلد، اللي يطلع الناس من همها، اللي بص خلاص اخر حاجه النقطه اللي خلاص الواحد هيتخنق، ما من كتر ما بنتخنق هنموت، فده الوحيد اللي بيخرجنا عن اللي احنا فيه. باسم يوسف مقدم برنامج البرنامج.